36 حقيقة تبدو وكأنها أكاذيب. بغض النظر عن عمرنا، كباراً كنا أو صغاراً، لا يزال العالم الذي نعيش فيه مليئاً بالكثير من الأمور والظواهر العجيبة التي لم نتعلمها. هكذا كانت الأمور في الماضي، وهكذا ستظل دائماً. اليوم سنقدم لك مجموعة حقائق رائعة تستحق فعلاً الاطلاع عليها. أكثر ما أعجبني هي حقيقة رقم 29. ماذا عنك؟ علم الأحياء. 1. هناك احتمال نسبته 100% من أن يحتوي كوب الماء الذي تشربه على جزيء واحد على الأقل من ماء مر عبر ديناصور. فالمياه وجدت على الأرض منذ 4.5 مليار سنة. 2. الطير الطنان هو الطير الوحيد الذي يستطيع الطيران إلى الخلف، وهو أيضاً يتحرك جانبياً ويحوم لساعة كاملة في الهواء، ويمكنه حتى أن يطير رأساً على عقب. 3. إن البكتيريا التي تعيش في جسمك يتجاوز عددها 10 أضعاف عدد الخلايا التي تكونها. فكر في الأمر، نحن نتعايش في جسمنا مع 10,000 نوع من الميكروبات. 4. إن بصمات أصابع الكوالا مشابهة تماماً لبصمات البشر، لذلك يصعب كثيراً على الخبراء التمييز بين البصمات البشرية وبصمات الكوالا حتى عندما يتم فحصها بالمجهر الإلكتروني. 5. إن بطيء الخطو المعروف أيضاً بخنزير الطحلب أو دب الماء هو من أقوى المخلوقات على الأرض، لأنه يمكنه أن يتخطى أقصى الظروف مثل الجليد السرمدي ودرجات حرارة الغليان والإشاعات وحتى الفضاء الخارجي. 6. الفارق الزمني ما بين أيام التيرانوسور وأيام الستيغوسور يعتبر أطول من الفارق الزمني بين التيرانوسور والإنسان. 7. لدى ديدان الأرض 5 قلوب، 5 وليس واحداً، إلا أن قلوبها ليست معقدة مثل قلوبنا نحن. 8. قلب الحوت الأزرق ضخم إلى درجة أن طفلاً يمكنه السباحة عبر شرايينه بكل سهولة، أمر لا يصدق، فهو يزن 1300 باوند ويمكن سماع دقات قلبه عن بعد ميلين. 9. الDNA البشري شبيه بالDNA الموز بنسبة 50%. نعم، صحيح ما سمعت، الموز. لا تعليق. 10. العسل هو الطعام الوحيد الذي لا يفسد أبداً، يمكنك حفظه لسنة أو اثنين أو حتى إلى الأبد. الفيزياء. 11. منذ أن تم اكتشاف بلوتو وحتى خسر مكانته ككوكب، لم يكمل ولا حتى دورة واحدة حول الشمس، ولا واحدة. 12. يدوم اليوم على كوكب الزهرة أطول من السنة عليه، فاليوم عليه دوران الكوكب حول نفسه يدوم 243 يوماً على الأرض، في حين أن السنة وهي دوران الكوكب حول الشمس تدوم 225 يوماً على الأرض. 13. على كوكبي زحل والمشتري يمطرت جو حبات من الماس حرفياً، ويقدر قطر الماسات الأكبر بسنتيمتر واحد تقريباً. 14. على قمر زحل المعروف بتيتان الجاذبية منخفضة جداً، والجو كثيف للغاية لدرجة أنهما يسمحان لك بالطيران كالعصفور لو كانت لك أجنحة صغيرة. 15. يوجد في كوب واحد من الماء عدد جزئيات أكبر من عدد كؤوس الماء في المحيطات كلها مجتمعة، لذلك كلما شربت كوباً من الماء تكون فيه على الأقل إحدى الجزيئات التي سبق وكانت في جسمك. 16. مسارات المركبات الفضائية هي بمثابة فواصل، وذلك يعني أن المركبة لا تنتقل من الأرض إلى القمر بخط مستقيم. 17. إذا اعتبرت أن الشمس هي بحجم خلية بشرية، فبمقارنة الأحجام
تكون مجرة ضرب التبانة بالنسبة للشمس مثل الولايات الأمريكية بالنسبة للخلية. 18. نظرياً، إذا حفرت فتحة عمودية عبر كوكب الأرض وغطست فيها فسوف تخرج من الطرف الآخر بعد 42 دقيقة، ذلك طبعاً إذا أنهيت الرحلة قطعة واحدة، وذلك شبه مستحيل. التاريخ. 19. الزمن الذي عاشت فيه كليوباترا يعتبر أقرب إلى زمن الهبوط على القمر منه إلى زمن بناء الأهرام. 20. قبل 14 عاماً من انطلاقة التايتانيك في رحلتها الأولى، كتبت رواية عن سفينة شبيهة غرقت في ظروف مماثلة. كان اسم الكتاب تحطم سفينة التايتان. 21. لن نعرف أبداً من هو الذي اخترع صنبور مياه الحريق، لأن براءة الاختراع فقدت في حريق مكتب براءات الاختراع في واشنطن العاصمة عام 1836. يا لسخرية الخبر. 22. طلب من نيل أرمسترونغ أن يملأ استمارة هجرة عندما عاد من القمر إلى الأراضي الأمريكية. نعم، استمارة هجرة حقيقية. أتساءل إن تأكدوا من هويته أيضاً. 23. كانت اللغة الفرنسية هي لغة إنجلترا لمدة 300 سنة تقريباً، من سنة 1066 إلى 1362. دامت طوال فترة احتلال إنجلترا من قبل جيش النورمان والفرنسيين. رقم 24. قرر الإمبراطور الروماني المجنون كاليغولا في أحد الأيام إعلان الحرب على إله البحار بوسايدون، وأمر جنوده برمي رماحهم في الماء بشكل عشوائي، إلا أنهم رفضوا، وبدلاً عن ذلك تم اغتيال كاليغولا على يد حراسه. 25. نلتقط كل دقيقتين عدد صور أكبر من مجموع صور القرن 19. دقيقتان ومئة سنة، هل يمكنك تصديق ذلك؟ 26. عندما تم تأسيس استوديوهات الإخوة وارنر، كانت الإمبراطورية العثمانية لا تزال موجودة، فهي امتدت من سنة 1299 إلى سنة 1923، وكان الاستوديو قد افتتح عام 1903. 27. إذا نظرت من الفضاء يمكنك ملاحظة الحدود بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، لأن كل منطقة تستعمل نوعاً مختلفاً من الإنارة. 28. مساحة روسيا أكبر من كامل مساحة بلوتو، إذ أن بلوتو مساحته 16 مليون كيلومتر مربع، في حين روسيا مساحتها تقريباً 17 مليون كيلومتر مربع. 29. إرسال الهاتف الخلوي يعمل بشكل طبيعي على قمة جبل إيفرست، وكذلك إنترنت الجيل الثالث أيضاً. 30. ترك المخرج المشهور ستيفن سبيلبرغ الدراسة الثانوية عام 1968، وفي العام 2002 عاد إلى الدراسة تعبيراً عن امتنانه لوالديه اللذين قدما له فرصة متابعة الدراسات العليا. 31. إذا تعمقت في دراسة أي مستندات أو روابط لأي مقالة في ويكيبيديا، ستصل من دون شك إلى موضوع الفلسفة. لم أكن على علم بذلك، سأجربها. 32. علبة كوكاكولا العادية تغرق في الماء، بينما علبة الدايت تعوم على سطح الماء، وسبب ذلك هو أن مكونات كوكاكولا العادية هي أكثر كثافة. 33. لو كان باستطاعتنا سماع الأصوات دون 20 هرتز، لتمكننا من سماع صوت عضلاتنا كلما تشنجت. أتساءل كيف يمكن أن يبدو ذلك الصوت. 34. 1/10 من الأيسلنديين يؤلف وينشر كتاباً مرة واحدة على الأقل في حياته، ولهذا السبب إن نسبة الكتب المنشورة أو المباعة للشخص الواحد هي أعلى نسبة مقارنة بباقي العالم. 35. 99% من مصروف طاقة الميكروويف يتم سحبها أثناء وضعية الاستعداد وليس التسخين، وهذا الأمر لا ينطبق على الميكروويف وحده، إن ملايين الأجهزة تصرف الكثير من الطاقة في وضعية الاستعداد أيضاً. 36.
علم النرويج يتضمن 6 أعلام لبلدان أخرى هي إندونيسيا، فنلندا، هولندا، تايلاندا، بولندا وفرنسا. والآن ما هي الحقيقة التي أثرت فيك أكثر؟ هل تصدقها كلها؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. وإذا كانت هذه زيارتك الأولى لقناتنا، اضغط على زر الاشتراك لتبقى معنا في الجانب المشرق من الحياة.